القارئ الشيخ محمد بحيري ابن قرية طاروت يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية السماوات والأرض رزقا لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتم تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
إن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
العمر ما نحكي ولا نعلن ولا يبقى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي حساب. صدق الله العظيم. من آيات سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمد بهيري ابن قرية طاروت. شاكرين الى فضيلتي والى حضراتكم جميعا باسم جميع عائلات احبال صغيرا وكبيرا. شاكرا لصاحب الفراشة والإنارة الحاج علي المرصفاوي والهندسة الإذاعية مؤمن الفكاني ومقدم الضيافة محمد السني وشاكرا لمصورنا ناصر صلاح سيد العمدة حاج عادل البلش عمدة طاروت جزيل الشكر
وهو صاحب الواجب دائما بكل مكان. وانا والله اعلن اعتذاري على الهوى لخطئي في كتابة الاسم، لان الصورتين متشابهتين، هذا ليس ينسب لاحد الا الي انا، الخطأ من عندي انا، لان انا اللي كتبت وانا مش ابن البلد. فانا بكرر اعتذاري للسيد العمدة الحاج عادل الجلش. شكر الله سعيكم جميعا، وندعوه الا يريكم مكروها ابدا، والى اللقاء عقب صلاة العشاء باذن الله. طب افتح. السيد اللواء ماجد بيك الاشكر جزيل الشكر، وكل وفد الواجب الذين شرفوا مع سيادته، ماجد بيك الاشكر، وحضورك نعتز به ونفخر. حج عامر جاد وكل من شرف، شكر الله سعيكم.